دكتور الفدتات لما كانوا بيفرضوا عليك هذا الاتيتود او الصبايا ان كانوا بجاردن سيتي او في الزمالك او حتى صبايا الحاره او المناطق الشعبيه كنت بتشوف اتيتود ماشي كله مع بعض؟ يعني نعيمه عاكف لما بتكون في الحاره بتحسها بعدها يعني عندها شيء من الكلاس او شيء. بصي هقول لك على حاجه، انا عن نفسي وده بحقيقي ومن غير مجامله، انا بقدر قوي قوي الست، لان الست دي امي واختي وبنتي ومراتي وحبيبتي وكل حاجه دي. فانا شخص بحب اقدر الست. ايوه يعني مش من النوع اللي حاطط الست في الدرجه الثانيه، لا بالعكس انا حاططها الدرجه الاولى يمكن كمان قبلنا. يمكن والله. لا والله ثانك يو دكتور، ثانك يو ثانك يو، بنشكرك والله. ما قصدي، لان الست دي هي امي اللي فضلت حامل فيا 9 شهور وانا كطبيب سابق للنساء والولاده عارف يعني ايه عذاب الولاده، وعارف يعني ايه عذاب الحمل، وعارف يعني ايه عذاب انك تربي وترضعي وتكبري تكبري وتعملي. فانا بعتبر ان الست هي الجنس الارقى او الاحسن او الاجمد او الاجمل. يا سلام. طول عمري بقى من اول امي لغايه اخر ست قابلتها امبارح. فده طابع يمكن مش موجود في كل الرجاله حتى بتوع جيلي، لكن انا كده. يمكن لانه عالمك مليء بالستات الصراحه. 4 اخوات بنات. اولا مريم الله يخلي لك مريم اياها، مريم بنتي. انا كنت في فصل كان في، كان على ايامينا بقى كان في 7 انفار، انا ولد و6 بنات. طلعت دكتور نسا وولاده. ده انت مرزق يا دكتور بقى وانت بتلكك حاجه من الاثنين يعني. والله فانا بالنسبه لي الست كائن هيك شيء راقي جدا وشيء جميل جدا وشيء مهم جدا في الحياه. وانا بتمنى فعلا، يمكن هلا نحن عم نحكي كلام ببرنامج فني، ولكن بتمنى انه في اغنيه كلنا بنعرفها but first be a woman. يعني انا بحب الستات او الصبايا الصغار ladies the young ladies يحافظوا حتى لو الظروف الاجتماعيه اختلفت، حتى لو البارتنر بتاعها او هير بوي فريند او هير فريند او هير لافر، لا تضل انا حكون ليدي طبعا. وهو حيتصرف، ممكن اجبره بتصرفي انا بالصوت فيرست بي اي حاجه. قبل اي حاجه بي وومن، بي خليكي بنت، خليكي ست، خليكي الجنس الاحلى. ايوه ليدي لطيفه يعني.